شارع 45 الاستيطاني مخطط جديد لخنق القدس المحتلة. على أراضي قرى قضاء القدس حزمة والرام وعناتة وقلنديا وكفر عقب، أعلن الاحتلال عام 2020 عن مشروع لشق طريق استيطاني جديد يحمل اسم شارع 45، ليأتي ضمن عددا من الطرق الالتفافية الاستيطانية ضمن مشروع القدس الكبرى. صادر الاحتلال مئات الدنومات من أراضي المواطنين قضاء القدس وشرع بهدم عشرات المنشآت والعقارات تمهيداً لتنفيذ المخطط، وسط تضييقات كبيرة على سكان قضاء القدس بمنعهم من بناء العقارات وترخيصها لإجبارهم على الرحيل وضم أكبر قدر ممكن من الأراضي لجدار الفصل العنصري. يهدف المشروع لتسهيل حركة المستوطنين وتخصيص طرق آمنة خاصة لهم بعيداً عن الفلسطينيين ومناطق الاحتكاك معهم وربط مستوطنات وسط الضفة بالقدس. عام 1983 أصدر الاحتلال القرار رقم 50 القاضي بتقطيع الضفة الغربية بشكل طولي وعرضي بهدف ربط مستوطنات الضفة والقدس ببعضها عبر شبكة طرق وأنفاق مختلفة، إلا أن سكان المناطق الواقعة ضمن المخطط توجهوا لقضاء الاحتلال ونجحوا في انتزاع قرار بتجميد المشروع عام 1990 ليعود الاحتلال للإعلان في أكتوبر من عام 2020 عن مخطط شارع 45 الاستيطاني. مشروع القدس الكبرى الاستيطاني يهدف لفصل القدس عن الضفة بشكل كامل وتوسيع رقعة النشاط الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتقطيع أوصال الضفة وتحويلها لمعازل صغيرة محاطة بالمستوطنات وتقسيم الضفة بشكل عرضي لقسمين: شمالي يضم رام الله ونابلس وجنين، وجنوبي يضم الخليل وبيت لحم وقضاء القدس.